بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم متابعيني متابعين قناة يوميات دودو. النهاردة معلش الدوشة شوية علشان خاطر ما صدقت لقيت في شمس حلوة كده طالعة وكان في يومين من الزعابيب وطيارات الهواء، علشان كده كنت حاجبة عصافيري تماما في الداخل علشان خاطر أبعدهم عن طيارات الهواء. النهاردة ما صدقت الجو اتحسن شوية فقلت أطلعهم في البلكونة يتهوى شوية. ده طبعا شيء من الأمور الهامة جدا، مسألة التهوية أهم حاجة إن هما ما يتعرضوش لطيارات الهواء. كنت وعدتكم قبل كده إن أنا هعرفكم على عيلتي من البادجي، من طيور البادجي الجميلة. ده الجيل الأول عندي في القفص الأولاني، ده أسقس أفندي. دول أول عصفورين أنا جبتهم، أسقس وبسبس. بوسبوس اللي واقف قدامكم على الوقفه ده، وطبعا الهانم بوسبوس المفروض ان هي دلوقتي اهي ديلها اللي باين دوت من قلب البياضه، ما شاء الله هي حاضنه دلوقتي. عايز اقول لكم ان هي مغلباني جدا وتعباني جدا، منعه عليا منعي اثبات ان انا افتح البياضه. ببقى حابه ان انا اتفقد اشوف الزغاليل عاملين ايه، صحتهم عامله ايه. كل ما اجي اقرب عشان افتح البياضه ليها تروح هجمه وتمنعني تماما من ان انا اتفقدهم بصوره كويسه. عموما انا مطمنه عليها لان ده ما شاء الله مش اول عش ليها، فان شاء الله خير يعني. بسمع صوتهم كده من بعيد بيصوصوا وساعه ما بييجوا ياكلوا، فده طبعا برضو من الحاجات اللي هي بتطمني عليهم. اطلعي طيب كده شويه فرجينا، طمنيني طيب. مفيش، مش عايزه خالص. طب نخبط كده طيب هنا نشوف الدنيا فيها ايه. بتطلع؟ ها؟ مفيش برضو؟ مفيش، خلاص خليكي براحتك. ده يا جماعة وسقس برضو هو قايل بصراحة بواجبه كأب تمام التمام، مفيش مشاكل ما شاء الله. برضو بيتفقد صغاره بين فترة والتانية، وبيساعد بوسبوس في إطعام الصغار. عايزه اقول لكم ان قصقص وبصبص اول عش ليهم جابوا لي فسافيسو اللي جوه اللي انا جبت لها العريس اللي هو بسافيسو اللي انا فرجتكم عليهم في الفيديوهات الاولانيه، وجابوا كمان جابوا لي كمان الامورين دول ايسو وبيسو. بسم الله ما شاء الله. ايسو اللي جوه اللي واقف على الوقفه ده، وبيسو على فكره بيسو كمان ما شاء الله في فراخ في العش بتاعها، بس هي الظاهر ايه مصدقت هي كمان لقت الجو كويس طالعه هي كمان علشان خاطر تتهوى. اهو بيسو، بيسو الجمال اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عندها ما شاء الله فروخ في العش جوه، مش هينفع افتح عليهم دلوقتي ان هم لسه صغيرين قوي، بس هي ما شاء الله يعني ايه قايمه بواجبها تمام يعني ما شاء الله، بتاكلهم وبتراعيهم وبتحتضنهم وبتقوم بواجباتها كامله. طيب ايه عايزين تقولوا حاجه للكاميرا؟ قول مايك معاكم. ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله يعني اسبوع كده بس اخر فرخ يبدا ان هو يريش، وابدا افتح بقى عليهم بالغصب عشان خاطر لو في اي فضلات او في حاجه ابدا ان انا انظف العش. واكيد طبعا هتكون ما شاء الله هتكون كبر وكده، فالحاجات دي كلها برده هنتعرف عليها سوا مع بعض. لسه منظف لهم العش بتاعهم ونسيت ان انا احط لهم ميه وسط. ايه رايكم تاكلوا شوفان النهارده والعش نضيف كده؟ ايه رايكم شويه شوفان مع بعض؟ شوفان يا جماعه من الحاجات الحلوه جدا واللي الطيور عندي بتعشقها في الحقيقه. بتحب الشوفان بتنزل عليها بنعم ما اقولكوش ازاي. بيفضل في المرحله اللي هي بيكون فيها فروخ ان انا اقدم لهم يعني ايه حبوب متنوعه وحبوب جافه، يعني اللي هي البلكم والفلارس والاكل العادي بتاعهم. ببعد عن الخضروات والفاكهه شويه في الفتره دي على اساس ان هو يعني يبقى اعزكم الله الفضلات بتاعتهم ما تبقاش في صوره سايله، وبالتالي ممكن ان هي توسخ العش بتاعهم او توسخ الطيور الصغيرين نفسهم. طيب اسيبهم بقى علشان خاطر ياخدوا راحتهم عشان هم شكلهم متوترين كده من الكاميرا. انا كده عرفتكم على العيله كامله، وافكركم بفسافيس
وما سابيش، وان شاء الله 3 ايام كده وهحطهم في قفص واحد علشان هم كمان يبداوا باذن الله حياه جديده. اتمنى يكون الفيديو كان مسلي وممتع بالنسبه لكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.